لحظة الكثير والجميع الناس كامل لاحظوا انه انصار مولودية الجزائر ما داروش تيفو في المقابلة هذه في الديربي العاصمي مع اتحاد العاصمة، واتحاد العاصمة داروا تيفو كبير وكذا، مولودية والو. الناس استغربوا، خاصة الناس يتبعوا مولودية اللي يعرفونها. زيد معروف ان مولودية التيفو ديالها كيديروا عالمي، يوروه في القنوات التلفزية وكذا. الاخر اللي داروه في مقابلة الذهب مع الياسمة العالم كامل شافوا، داروا صورة أبو عبيدة داروها في تيفو ومع رسالة موجهة للفلسطينيين في غزة، شيء عظيم. خطر هذا ما كان والو. طبعا واحد يسقسي ما يسكتش، أما سقسيت اتصلت بعد أصدقاء في باب الواد اللي هو مع باب الواد حي معقل المولودية، حتى كانت المولودية تاع كامل التراب الجزائري، المولودية تسمى في كامل التراب الجزائري. أسألت ألوغ يقولوا لي أكثر من واحد أنه قبل المقابلة بأيامات جاءوا جماعة أنصار الرجاء البيضاوي من المغرب، ومعروف أنه ما بين مولودية العاصمة والرجاء البيضاوي كاينة توأمة طبيعية، تمت توأمة طبيعية بلا ما قال رؤساء النوادي ولا كذا. حتى لما مولودية لعبوا كانت مقابلة ما بين مولودية والرجاء البيضاوي، الرجاء ربح في الجزائر واللي ربحوا في المغرب، شو هذيك كانوا يصفقوا لبعضهم وصفقوا لبعضهم. يعني تصيب حتى كاين أغنية الشينوي ماشي بوندي يغنوها الأنصار تاع مولودية، يقولك الشينوي ماشي بوندي على الخضرا يدي فوندي، يغنيو على كازا. قول كازا كازا حنا خاوة وكدا، تشيل قول لك ما تحكمناش لا كازا حنا في ما تحكمناش لا نازا حنا في كازا، خاوة خاوة دايما متحكين سي با واش كاين عندنا حتى شي، واللي خلط فينا باصا. دونك انصار الرجاء داير باثوا بعد فوز المولودية باللقب، تشوفوا في الفيسبوك وجهوا رسالة تهنئة للمولودية، وهذا شيء طبيعي. سمعت يعني حتى اولمبيك مارسيلا وجهوا رسالة للمولودية، ولكن لما تجي من رجاء دار البيضاء شيء اخر، لانه كاين تقارب ما بين الناديين. فالانصار اللي مشاو للجزائر نعرف ثلاثة أربعة وراحوا يباركوا ويدعموا في المولودية كرياضيين. ياك قلتوا بلي ما عندكم حتى شيء ضد الشعب المغربي وانه مشكلكم مع النظام المغربي، اقعد مع النظام المغربي واش جابك الشعب هنا تفضحتوا أنكور مرة. لأنه لما جاوا الأنصار تاع الرجاء كلموا على التيفو، يعني يعطيو أفكار يتعاونوا مع بعضهم، قالوا واش نديرو في التيفو. كاين ناس شكامين طبعا وصلوها للمخابرات وللجماعات الاستعلامات تاع الشرطة اللي زارجي، قالوا جاو تاع الرجاء وراهم هضروا على التيفو مع المولودية وكذا. ايه طبعا صدموا عليهم الشرطة، قال عطنا نشوفوا التيفو واش فيه. مولودية رجلها
مولود يا رجل لا. قالوا مغلبيني ما كاش، عمرنا ما مريت نوريو التيفو ديالنا، ما نروش التيفو واش فيه سر، حتى يتفتح في الصطاد، حتى يتفتح في الصطاد لا تروش. دونك ما كاش تيفو في الصطاد، قالوا ما كاش تيفو في الصطاد، تغنيت تخسرت. هذه هي الرجله اللي ما يعرفوهاش ولا الحرام تاع العصابه الحاكمه. مولي دخلوا بلا تيفو نهار الماتش على 12 سمعوا، لانه الشكامين هذو قال ما ردي التيفو اللي وجدوه راه ما فيه والو سياسه ولا كدا ولا، وما نقولكش ما تكونوا تكلموا على، لانه كانت مزاد سخونه ضربت لاكاف تاع اليوسما، يقول لك بالك المولودية يكتبوا حاجة ضد اليوسما اللي خسروا بالخريطة الجغرافية، ما خسروش في التيران اللي متبعوا العصابة، عجبني اسم سيك مداح ولا قوة لهم، ما من المولودية كانت قادرة تصرى لهم. المولودية قالوا تلعب مع البوليزاريو، يلعبوا مع البوليزاريو، جامي البوليزاريو اللي كانت عندهم ايكيب تاع فوتبول ولا لا، ومن هي ما زادوش خلاص، وروما ليكيب تاع البوليزاريو وين راحت. لا حابين يوسخوا المولوديا وحابين باش زعما اروحوا من المالبول لعبوا معهم من بعد. هاي دونك كانوا خايفين المولوديا يديروا التليفون، على 12 قال لهم افتحوا التليفون تاعك ما عاد تقدر تحلو، قال والو خلاص لو طون باش يديروا الباشاج باش يديروا كذا، لانه التليفون فيه خدمه فيه تحضير في الصاد. قال خلاص ما نديروش، تغنى تا خسرت الرجله. وهذه كلها واشني؟ انو النظام الجزائري مريض بالمغرب، عنده مرض اسمه ماروكوفوبي. هاوليك اسمه ماروكوفوبي، النظام الجزائري مريض بالمغرب. يا ولدي روح داويو، داويو، روح داويو من هاد الماروكوفوبي هادي، بزاف عليكم، عيب. خسرتوا دراهم، خسرتوا اليوسما، تبهدلتوا، خديتوا الكف من عند لاكاف ومن عند الطاس، تتكلموا على الكاف تقولوا كاين لقجع، والطاس واش فيه؟ فيه لقجع ثاني، ها والطاس ما عطاكمش الحق، الطاس ما عطاكمش الحق، تهدروش عليها هذه، مرتين تروحوا للطاس، من والو يعني، زيد اليوسما خسروا في دراهم. ما يديوش بريم تاع دومي فيناليست، يديو بريم تاع كاردو فيناليست، خاسرين دراهم، وزيد خاسروا دراهم تاع لي زافوكا، لي ديبلاسمون، وتخلص في الطاس، لما تشكي لازمك تخلص 50,000 أورو، لافاف خلصوا، الياسما خلصوا، ومن بعد تاخذ كبوت. خذ كبوط على راسك يا اخي، مشكلكم ماهوش مع الشعب، مشكلكم مع النظام المغربي، روحوا تفاهموا معاه، ديروا حرب مع النظام المغربي، روحوا ديروا معاهم حرب، حنا في رجال ما يهضروش، رجال يضربوا، يروح على بالكم باللي تاخذوا كبوط ثاني وين ما تدوروا تاخذوا، ثم تاع كفوف، ثم ولاد حرام. ننهي هذا الملف الرياضي المرقوب بالترحم على الشاب ياسين احد مناصري مولودية الجزائر. كالكثير من أنصار المولودية، المولودية فينومين ظاهرة، الكلاب خارج قواعدهم، عندك 20,000 مناصر يتنقلوا، أقل شيء، يرحموا ويوسع عليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندخلوا إلى موضوع زيارة جابرييل أطال للمغرب،
لابد ان نتكلموا عليها بطبيعه الحال. رايح عند هذا ولا زوج اعداء، ولا زوج اعداء في فرنسا كي المغرب. شوفوا هذه بعد الاجنده.